بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي. درس النهاردة اسمه أعداد الكم، والدرس ده مهم جدا وإن شاء الله هتلاقوه سهل جدا. كلنا خلاص خلصنا المفاهيم السابقة وعرفنا أن معادلة شرودنجر عطتنا 4 أعداد سميناها أعداد الكم، تمام؟ إيه هم أعداد الكم؟ عدد الكم الرئيسي ورمزه N، عدد الكم الثانوي ورمزه L، عدد الكم المغناطيسي ML، وعدد الكم المغزلي MS، تمام؟ الأعداد دي بنحتاجها عشان نحدد طاقة الإلكترون في الذرة، تمام؟ يبقى الأعداد دي بنحتاجها عشان نحدد طاقة الإلكترون في الذرة. أول حاجة عدد الكم الرئيسي اللي رمزه N يصف بعد الإلكترون عن النواة، يبقى عدد الكم الرئيسي N يستخدم في تحديد رتبة مستويات الطاقة. يعني إيه رتبة مستويات الطاقة؟ يعني ترتيبها، يعني بعدها عن النواة، تمام؟ فإذا افترضنا ان دي النواة، فأول مستوى هيكون رقم 1، الرتبة بتاعته 1، n بتساوي 1، رمزه طبعا k. تاني مستوى هتكون n بتساوي 2 ورمزه l، وهكذا، تمام؟ طيب عدد الإلكترونات اللي بيتشبع بيها كل مستوى، يعني ايه يتشبع بيها؟ يعني أقصى عدد من الإلكترونات يتحملها. يعني ايه يتشبع بيها؟ يعني يصبح ممتلئ تماما بالالكترونات ولا يمكنه استيعاب الكترونات اكتر، تمام؟ فكل مستوى له عدد معين من الالكترونات لا يمكنه تحمل المزيد. عدد الالكترونات اللي يتحملها كل مستوى رئيسي بنحددها بالعلاقه 2n تربيع، تمام؟ فعند المستوى n بتساوي 1 اللي هو انهي مستوى؟ المستوى الاول القريب للنواه. عدد الإلكترونات اللازمة لتشبع المستوى، يعني أقصى عدد من الإلكترونات يتشبع بها المستوى، أقصى عدد من الإلكترونات يتحملها المستوى، هنحسبها بالقانون 2n تربيع. يبقى 2 في 1 تربيع، يعني 2 في 1، يعني 2 إلكترون فقط. يبقى المستوى الأول لا يتحمل إلا 2 إلكترون فقط. هل نقدر نحط فيه إلكترون ثالث؟ لا، ما نقدرش، تمام؟ المستوى اللي بعده عند n بتساوي 2 اللي هو المستوى الثاني، تمام؟ يتحمل كم الكترون؟ نفس القانون نطبقه، 2n تربيع، يعني 2 في 2 تربيع، 2 تربيع ب4 في 2 ب8. يبقى المستوى الثاني يتحمل 8 الكترونات فقط. هل نقدر نحط فيه 9 الكترونات؟ لا، ما نقدرش، تمام؟ المستوى الثالث عند n بتساوي 3، كم الكترون يستوعبه؟ 2 في 3 تربيع ب18 الكترون. المستوى الرابع 2 في 4 تربيع ب32 الكترون، تمام؟ يبقى ده أقصى عدد الإلكترونات يستطيع كل مستوى طاقة رئيسي تحملها، تمام؟ طيب بعد المستوى الرابع هل نقدر نطبق نفس القانون؟ لأ، العلاقة 2n تربيع لا تنطبق إلا على المستوى من الأول إلى الرابع. بعد المستوى الرابع لا تنطبق العلاقة دي عليهم. ليه؟ لأن الذرة بتصبح غير مستقرة عشان عدد الإلكترونات بيكون أكبر من 32، خلاص؟ يبقى أدي ملخص اللي قلناه عن عدد الكم الرئيسي N، انه بيحدد رتبة المستوى او رقم المستوى، تمام؟ وبياخد الارقام من 1 لحد 7، وكل مستوى زي ما له رقم له رمز. فالمستوى رقم 1 المستوى الاول الاقرب للنواة رمزه K، المستوى الثاني رمزه L، المستوى الثالث رمزه M، وهكذا لحد المستوى السابع رمزه Q، تمام؟ كمان الطاقة بتزيد كلما ابتعدنا عن النواة. فالمستوى الأقرب للنواة اللي هو هيكون المستوى الأول اللي رمزه K، ده هيكون أقل طاقة. اللي أبعد منه عن النواة اللي هو المستوى الثاني اللي رمزه L، ده هيكون طاقته أعلى. المستوى الثالث اللي رمزه M، ده هيكون أعلى منهم. فكلما ابتعدنا عن النواة زادت طاقة المستوى، خلاص كده؟ يبقى احنا قلنا ان عندنا كام عدد كم؟ 4 عدد كم، تمام؟ العدد الكم الاولاني عدد الكم الرئيسي، اللي بعديه عدد الكم الثانوي، تمام؟ خلصنا عدد الكم الرئيسي، هناخد عدد الكم الثانوي. المستوى الطاقة الرئيسي بتاعنا بينقسم الى مستويات فرعية، تمام؟ يعني كل مستوى رئيسي جواه مستويات فرعية، تمام؟ وبنحسبها بعدد الكم الثانوي اللي رمزه L، اللي small، تمام؟ هنشوف دلوقتي بقى ازاي بنحسب المستويات الفرعية اللي جوه كل مستوى رئيسي. اولا عدد الكم الثانوي بيستخدم في تحديد مستويات الطاقة الفرعية. المستويات الفرعية دي موجودة فين؟ داخل مستويات الطاقة الرئيسية، تمام؟ يبقى كل مستوى رئيسي جواه مستويات فرعية.
طب كم مستوى فرعي موجود داخل المستوى الرئيسي؟ يتكون كل مستوى طاقة رئيسي من عدد من المستويات الفرعية يساوي رقمه. يعني ايه يساوي رقمه؟ يعني اذا كان مستوى الطاقة الرئيسي بتاعنا N بتساوي 3، مستوى الطاقة الرئيسي الثالث اللي هو N بتساوي 3، فداخل المستوى ده يوجد 3 مستويات فرعية. طب عند N بتساوي 4 كم مستوى فرعي هيكون عندنا؟ 4 مستويات فرعية. تمام، زي ما قلنا ان عدد الكم الرئيسي N كان له ارقام من 1 لحد 7 وله رموز من K لحد Q. تمام، فعدد الكم الثانوي اللي رمزه L له ايضا ارقام وله رموز. تمام، طيب ازاي بنعرف الارقام بتاعت عدد الكم الثانوي وازاي بنعرف الرموز بتاعتها؟ عدد الكم الثانوي L بياخد ارقام، بياخد قيم من اول 0 لحد N-1. تمام، من اول 0 لحد N-1. تمام، يعني مثلا لو عندنا N بتساوي 3 مستوى الطاقة الرئيسي الثالث، عايزين نعرف في كم مستوى فرعي جواه، نقول L بتساوي من 0 لحد N-1، يعني L بتساوي من 0 لحد 3-1، يعني L هتساوي من 0 لحد 2. طب هي ايه الارقام من 0 لحد 2؟ 0 و1 و2، يبقى موجود 3 مستويات فرعية. زي ما احنا لسه قايلين، قلنا ان اي مستوى طاقة رئيسي بيحتوي على مستويات فرعية تساوي العدد بتاعه، فعند ان 3 لازم يكون عندنا 3 مستويات فرعية. لقينا اهو 3 مستويات فرعية ليهم 3 ارقام. طالما طلعنا الارقام بتاعت L لازم نطلع لها كمان الرموز بتاعتها. لو L بتساوي 0، القاعدة بتقول لو L بتساوي 0 تاخد رمز S، لو L بتساوي 1 تاخد رمز B، لو L بتساوي 2 تاخد رمز D. تمام، ادي الجدول ده بيوضح لكم لما بنحسب قيمة L بنشوف القيمة دي كام ونديها رمز مناسب ليها، بحيث لو طلعت لك قيمة L بتساوي 0 اديها رمز S، لو كانت L بتساوي 1 اديها رمز B، لو كانت L بتساوي 2 اديها رمز D، لو كانت L بتساوي 3 اديها رمز F. خلاص، يبقى دي الرموز الخاصة بالمستويات الفرعية. فهنا في جدول عندنا هيوضح العلاقة بين N و L. N اللي هي مين؟ مستويات الطاقة الرئيسية. L اللي هي مين؟ مستويات الطاقة الفرعية اللي داخل كل مستوى طاقة رئيسي. تمام، فلو عندنا في مستوى الطاقة الأول N بتساوي 1، يبقى على طول رمز المستوى ده إيه؟ K. تمام، طيب لما N بتساوي 1 L هتاخد أنهي قيمة؟ نحسبها بالقانون عشان نعرف قيم L. القانون بيقول L تاخد قيم من أول 0 لحد N-1. طب أصلا N عندنا بتساوي 1، يبقى L هتاخد قيم من أول 0 لحد 1-1، يعني من أول 0 لحد 0، يعني مفيش غير قيمة واحدة هي 0. تمام، طب لما L بتطلع لنا في 0، الجدول قال لنا أول ما نلاقي L بتساوي 0 نديها رمز مين؟ نديها رمز S، عشان كده الرمز بتاع مستوى الطاقة الفرعية هيكون S. تمام، طب ايه 1 اللي مكتوبة قبل ال S دي؟ ال 1 دي هي عدد ال N، هي نفس قيمة ال N بتاعتنا. طب ليه احنا حطينا عدد الكم الرئيسي ده قبل ال S؟ عشان نميز ال S دي موجودة فين. تمام، يعني احنا لما عرفنا ان في مستوى فرعي واحد اسمه S، قلنا ال S دي موجودة في المستوى الاول فحطينا قبلها رقم 1. تمام، لتمييزها. بعد كده لما نيجي نحسب المستويات الفرعية الموجودة في المستوى الثاني، حالا هنحسبها، هنلاقي ان هي كمان بتحتوي على S و B. طب عشان نميز بين ال S دي وال S دي لازم نحط قبلها رقم المستوى الرئيسي اللي هي موجودة فيه. تمام، تعالوا نحسب المستوى الثاني وهنشوف ازاي هنحسبه. ادي عند مستوى الطاقة N بتساوي 2، مستوى الطاقة الثاني طالما هو 2 N بتساوي 2 يبقى رمزه ايه؟ رمزه L. طبعا هنا دي L كابيتال اللي هي رمز المستوى الرئيسي، لكن L سمول دي المستويات الفرعية اللي بنحسبها بالقانون. عايزين نعرف جوه المستوى الثاني موجود كام مستوى فرعي؟ على طول نرجع للقانون، L بتساوي قيم من اول 0 لحد N-1، من اول 0 لحد 2-1، عشان احنا في المستوى الثاني ما فيش غير قيمتين بس هي 0 و1، يبقى ندي L القيمتين 0 و1. طب الجدول قال لنا ان لو L ب0 نديها انهي رمز؟ نديها S، يبقى قدام ال0 نكتب ال S. طب
ال بواحد نديها انهي رمز؟ خلينا نديها بي، يبقى قدام الواحد هنديها بي. هنسيبهم كده بدون تمييز؟ لا ما ينفعش، لازم نميزهم، نميزهم عن باقي المستويات الفرعية الموجودة في المستويات الأخرى. يبقى هنقول الاس بتاعتنا دي موجودة في المستوى التاني، فنحط قبلها 2، يبقى نسميها 2s. البي بتاعتنا دي موجودة في المستوى التاني، فنسميها 2b. خلاص فهمنا؟ بنفس الطريقة هنيجي نحسب المستويات الفرعية الموجودة داخل المستوى الطاقة الرئيسي التالت. تمام؟ يبقى عند n بتساوي 3، كان رمز المستوى ده ايه؟ رمزه m. تمام؟ طيب عدد المستويات الفرعية الموجودة داخل المستوى الرئيسي التالت، عدد المستويات الفرعية نحسبها ب L small بتساوي قيم من أول 0 لحد N minus 1. يبقى هتاخد من أول 0 لحد 3 ناقص 1، يعني 0 و1 و2. تمام؟ يبقى هندي ال L القيم 0 و1 و2. طب خدت القيم خلاص، نديها رموز. 0 يبقى S، 1 يبقى B، على طول الجدول ده في ذهننا. تمام؟ 2 يبقى دي، نسيبها كده بدون تمييز؟ لا ما نسيبهاش، نقول 3S عشان احنا في المستوى التالت، 3B 3D. يبقى كده احنا لما حطينا عدد الكم الرئيسي قبل الحروف بتاعتنا قدرنا نميز ما بينهم، عرفنا ان هي 1S دي موجودة في المستوى الاول، لكن 2S دي موجودة في المستوى التاني، 3S دي موجودة في المستوى التالت، فبقى مفيش لخبطة وبقت المستويات منظمة. خلاص؟ نيجي لحساب المستويات الفرعية داخل المستوى الرئيسي الرابع، عند n بتساوي 4، ندي المستوى الرئيسي الرابع رمز n، احنا عارفين. طب عند المستوى n بتساوي 4 عندنا كام مستوى فرعي؟ اللي هتساوي من 0 لحد 4 ناقص 1، يعني لحد 3، يعني هتاخد قيم 0 و1 و2 و3. تمام؟ كتبنا القيم 0 و1 و2 و3، نديها رموز. 0 يبقى هياخد s، 1 يبقى b، 2 يبقى D، 3 يبقى F، ولازم قبلهم مين؟ رقم مستوى الطاقة الرئيسي بتاعنا، يبقى 4S 4B 4D 4F. تمام؟ سهل كده الموضوع. تمام؟ في ملحوظة صغيرة بيقول تختلف مستويات الطاقة الفرعية في كل مستوى طاقة رئيسي عن بعضها اختلافا بسيطا في الطاقة، يعني مستويات الطاقة الفرعية اللي احنا كاتبينها دي مختلفة عن بعضها اختلاف بسيط في الطاقة، فبنرتبها حسب زيادة الطاقة بتاعتها. تمام؟ بشكل عام المستويات الفرعية الموجودة في مستوى طاقة رئيسي واحد بيكون الأقل طاقة هو الـ S، أكبر منه في الطاقة هيكون الـ B، أكبر منه في الطاقة هيكون الـ D، أكبر منه في الطاقة هيكون الـ F. تمام؟ يعني ال F أعلى في الطاقة من ال D، وال D أعلى من ال B، وال B أعلى من ال S. ال S هي الأقل طاقة وال F هي الأعلى طاقة. يبقى داخل أي مستوى طاقة رئيسي المستويات الفرعية بتاعته بشكل عام بتكون ال S أقل طاقة من ال B، وال B أقل من ال D، وال F أكبر منهم كلهم. تمام؟ قبل ما ندخل في عدد الكم الثالث ML هناخد شوية أسئلة. أول سؤال بيقول ما قيمة L المحتملة عندما يكون N بتساوي 3؟ عايز القيم بتاعت L، القيم بتاعت L على طول من القانون، اللي بتاخد قيم من أول 0 لحد N ناقص 1. عندنا قال لنا N بتساوي 3، يبقى L هتاخد من 0 لحد 3 ناقص 1 اللي هي 2، يعني 0 و1 و2. يبقى أنهي إجابة اللي صح؟ 0 or 1 or 2، يبقى رقم C هي اللي صح. تمام؟ طب السؤال اللي بعده بيقول أي من مستويات الطاقة الآتية يمكن للإلكترون الموجود به امتصاص فوتون ولا يمكنه فقدان فوتون؟ السؤال بيقول مين من مستويات الطاقة الموجودة قدامنا يمكن للإلكترون الموجود بها أنه يمتص فوتون؟ هو الإلكترون لو موجود في مستوى طاقة معين وامتص فوتون، يعني امتص طاقة، هيحصل له إيه؟ هينتقل على طول لمستوى طاقة أعلى. تمام؟ طب لو الإلكترون ده فقد فوتون، فقد فوتون هينتقل لمستوى الطاقة أقل. تمام؟ يبقى لو اكتسب فوتون هينتقل لأعلى، لو فقد هينتقل لأقل. فأنهي مستوى من المستويات اللي قدامنا يمكن الإلكترون الموجود فيها أنه يمتص فوتون، يعني ينتقل لمستوى طاقة أعلى، ولا يمكنه فقدان فوتون، يعني ما يقدرش ينتقل لمستوى طاقة أقل؟
طبعا الالكترون اللي هيكون موجود في الوان اس. ليه؟ لان الوان اس هو اول مستوى طاقة اقرب للنواة، فاذا امتص فوتون ينتقل للمستوى اللي بعده، لكن اذا فقد فوتون هيخبط في النواة، يعني هتتدمر الذرة. تمام؟ فما يقدرش ان هو يفقد فوتونات ويلتصق في النواة، يقدر يكتسب ويطلع للاعلى. تمام؟ السؤال اللي بعديه بيقول: أيا من مستويات الطاقة الفرعية الآتية غير موجود فعليا، لا يوجد، وأعطيك اختيارات 2B 3D 5D 3F. طبعا هو 3F لا يمكن انه يكون موجود. ليه؟ علشان احنا قلنا ان الرقم اللي قبل المستوى الطاقة الفرعي بيمثل مستوى الطاقة الرئيسي، فعند المستوى الطاقة الرئيسي 3، فعند n بتساوي 3 مين المستويات الفرعية اللي بتكون موجودة عندنا؟ عشان نعرف مين المستويات الفرعية لازم نحسب قيمة L الأول، اللي بتساوي قيم من أول 0 لحد n ناقص 1، صح؟ يعني من 0 لحد كام؟ 3 ناقص 1، يعني من 0 لحد 2، يعني 0 1 و2، مش دي القيم بتاعت L؟ طالما عرفنا القيم هنعرف المستويات. 0 يعني S، 1 يعني B، 2 يعني دي. هل موجود اي مستوى فرعي اسمه اف؟ مش موجود. يبقى عند المستوى 3 لا يمكن يكون موجود فيه واحد اسمه اف، فده مستوى طاقة فرعي لا يوجد فعليا. تمام كده احنا فهمنا اول نوعين من اعداد الكم، الان والال. هناخد عدد الكم اللي بعدهم اللي هو الام ال.